موقفنا أهل السنة من دور العقل إن أهل السنة يؤمنون أن العقل الصحيح لا يمكن أن يتعارض مع النص الصريح، النص الصريح الثابت سندا، لا يمكن أن يحدث هناك تعارض بين العقل وبين النقل. ثانيا أن العقل شاهد على كمال الشرع كما في قصة خزيمة التي رويناها. ثالثا أن العقل من النقل بمنزلة العين من الشمس، فالعين ضرورية للرؤية، لكن وظيفة الرؤية تتعطل إن لم تمد الشمس العين بالنور الذي ترى به، ولولا نور الشمس لما أعملت العين وظيفتها. رابعا أن العقل من النقل بمنزلة العبد من السيد، فليس من اللائق تقديم العبد على سيده. خامسا أنه لولا الشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكانت عقولنا إما عقول يهود أو نصارى أو مجوس أو وثنيين، ولذلك كان على العقل أن يعترف بفضل الشرع عليه لا أن يجعل نفسه فاضلا عليه. ولو كان هناك تعارض بين العقل والنقل لوقع هذا التعارض بين الأدلة النقلية وعقول السلف، والسلف أرجح عقلا ممن جاء بعدهم، وهم لم يقدموا عقولهم على الأدلة الشرعية. ولهذا نص الشافعي رحمه الله على أن العلم بالصفة، صفات الله، قبولا وردا أو تأويلا مما لا يدرك بالعقل، سير أعلام النبلاء مجلد العاشر صفحة 80. وقال أبو حنيفة: لا ينبغي أن ينطق في الله بشيء من ذاته، ولكن يصفه بما وصف به نفسه، ولا يقول فيه برأيه شيئا. فهل الاستيلاء، تأويل الاستواء بالاستيلاء واليد بالقدرة وغير ذلك، هل هذا شيء لكم فيه سلف، أم هو رأي من عندكم، ومن من السلف قال بقولكم؟ ومع أنكم تحتجون بحديث تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا، وهو حديث ضعيف مروي عن أبي نعيم في الحلية وغيره، ومع ذلك هناك ما يقوي الحديث، فإنكم تخالفونه بكثرة تفكركم في ذات الله، حتى استخرجت أفكاركم أن الاستواء معناه الاستيلاء، وأن اليد معناها القدرة، وأن جبريل فهم ما في نفس الله من المعاني وصاغها بألفاظ من عنده، وأن لله تعلقات وإضافات هي فعله وليست من صفاته. ومع أنكم تقولون لا قبح ولا حسن إلا بالشرع، إلا أنكم تستقبحون ما استحسن الشارع وصف نفسه به. نقل السيوطي عن ابن السمعاني أنه قال: فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل، فإنهم أسسوا دينهم على المعقول، وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا لعقولهم. قال: وإنما علينا أن نقبل ما عقلناه إيمانا وتصديقا، وما لم نعقله قبلناه تسليما واستسلاما. صون المنطق والكلام للسيوطي 49. وقد تراجع كبار نظار الأشاعرة عن هذا المنهج الذي سلكوه من قبل، فقد انتهى الباقلاني إلى الرجوع عن التأويل إلى مذهب السلف، كما يدل على ذلك كتابه التمهيد، وكذلك الرازي وهو من أشهر متكلمي الأشاعرة، وهو صاحب القاعدة الكلية التي انتصر فيها للعقل وقدمه على الكتاب والسنة، وكان قد قرر أنه لا يصح الاعتماد على الأدلة اللفظية، يعني الكتاب والسنة، وعدم إفادتها اليقين إلا بعشرة شروط. ما يجوز الاحتجاج بنصوص الكتاب والسنة إلا بعشرة شروط، نعوذ بالله من هذا الكلام. ذكر من هذه الشروط عدم المعارض العقلي، يعني إذا كان عقلي يتعارض مع ما جاء في البخاري، عقلي يتعارض مع ما جاء في القرآن، فحينئذ أقدم عقلي على القرآن أو على أحاديث البخاري أو أحاديث مسلم. ولهذا شهد الحافظ ابن حجر على الرازي بأن له تشكيكات على مسائل من دعائم الدين تورث الحيرة، وكان يورد شبه الخصم بدقة، ثم يورد مذهب أهل السنة على غاية من الوهاء، أي الضعف. لسان الميزان المجلد الرابع صفحة 426. وهذا كلام عجيب جدا: إن الذين بالآخرة هم يوقنون، الذين أثنى الله عليهم وقال
وبالآخرة هم يوقنون، إنما استفادوا اليقين من الأدلة اللفظية وهي الكتاب والسنة. غير أن الرازية قلت ثقته بالعقل وأدرك عجزه أخيرا، فأوصى وصية تدل على أنه حسن اعتقاده كما قال ذلك الحافظ ابن حجر بلفظه، فقال قبل موته: ولقد تأملت الكتب الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غليلا. فتح الباري المجلد 13 صفحة 350 وإتحاف السادة المتقين للزبيدي المجلد الأول 174. ونجد عند السبكي تفاصيل هذه الوصية في طبقاته المجلد الخامس صفحة 33. نجد عند السبكي هذه تفاصيل هذه الوصية، وفيها يظهر الندم على تعاطي علم الكلام عندما كان أشعريا ولم تكن توبته من الاعتزال، فهل يجوز أن يظل بعض الناس مصرين على الاقتداء به في أصل الدين متجاهلين لوصيته وتراجعه عن منهجه الذي كان يقدم فيه العقل على النقل؟ وهاك الجويني رأس المذهب الأشعري، فبعدما أورد الحافظ بن حجر مذاهب الناس في صفات الله نقل عن الجويني رحمه الله قوله كما في رسالته النظامية، قال الجويني: والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع أو عقيدة أتباع سلف الأمة للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجة، فلو كان تأويل هذه الظواهر، يعني الآيات والأحاديث المتعلقة بالصفات، فلو كان تأويل هذه الظواهر حتما، يعني شيئا ضروريا، فلا شك حينئذ أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا انصرم، يعني انقضى عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل، كان ذلك هو الوجه المتبع. انظر فتح الباري المجلد 13 390، وانظر إتحاف السادة المتقين المجلد 2 صفحة 112، ورسالة النظامية 23.